الحاجات اللي تخلي المواطن على اعصابه فوق اللازم، مهمش يجري يعمل مشاكل اللي مسواس ما حسوا خلينا نقولوا. ها توا اخزر الدنيا ديجا ولات فيها برشا ضغوطات فوق اللازم، المواطن ما عادش ينجم يتحمل دور ضغوط فلوس من العائله من الخدمه من لونتوراج. توا العباد الكل ولات على اعصابها بارتو، تقول صباح خير تقول عليك سبيت طول يفوح في وجهك. اما لوغوزمون هذيك هي توا تونس كيفاش، توا لو واحد تونسي ما عادش يحمل كلمتين اخوات على بعض. ديجا انت كي تمشي في الطريق وترى واحد يضحك لك تبهت، ما تقولش بيه يضحك لي وتشري له عاركه، تلمو لنا نراو الضحكه حاجه غريبه وبيزار، وكي نراو واحد يضحك نقولوا مهبول. نعيشوا في ضغط كبير من لونتوراج من كل شيء، باش تلقى الناس الكل اللي بجنبك راهي الدنيا ما تعملش هكاك رد بالك كذا، حصيلوا في الافام نقصت يعني البوزيتيف فايبس، يعني ديما باش تلقى العباد ترجع فيك التالي، حتى تحب تعمل حاجه تحب تبعد على انك ما تخدمش مثلا خدمه مسمار في حيط انه كذا، الناس الكل ما تشجعكش. وزيد السوشيال ميديا الانستغرام هذا عصر السرعه اللي يحكيوا فيه الريلوات هذوما، دونك ديما باش تلقى مزيكا خايبه كل شيء، فهمت؟ دونك العوامل الكل انك تحس الناس الكل تجبد الروحه تقول لا خلينا نقعد الدار ما نقومش ما نعملش كذا، الناس الكل هيك هو العوامل يعني. هذه عنده تاثير سلبي كبير هكا ولا؟ بيان سور تاثير سلبي، انك تحطك ما تقدمش في حياتك، انك تعامل الناس بطريقه خايبه، انك تتغشش تتعارك مع ابوك مع امك مع كذا، باش تلقى ديما روحك على اعصابك ما تقدمش ما تعمل حتى شيء. اي والله صحيح، والمواطن التونسي ولا على اعصابه يعني في كل مستويات يعني الأشخاص، يعني البسيط والعادي والمثقف والنخبة والمتسيس، الناس الكل على أعصابها، ريتم تاع الحياة. أما شنو السر؟ علاش؟ شنو السبب؟ هاني قلت لك ريتم الحياة، في النهار يجري في الخدمة يجري في الخدمة، مضغوط في الدار نفس الشيء، معناها المواطن ما عادش يلقى وقت معناه باش يتفرهد باش يرتاح باش يعيش الحياة يعيش بنفسه شوية، معناه محاصر بالغلاء باليومي بالروتين المعاش معناه بالوضع يعني من كل النواحي يعني فما ضغط. الفلوس المعيشة الدنيا غليت، هو البشر ولا فهمتي على اعصابه، واليوم ولا ياخذ في دبوس الزيت فهمتي ب 6000، بنان ما عرفش ب 9000 فرنك، حك طماطم فهمتي ب 5000، معاش خالد فهمتي باش ياكل، الدجاج فهمتي اللحم ب 42، كيفاش حبوا مش على اعصابه؟ كنا شيخين فهمتي جاونا به امورنا هاني فهمتي كذا هاو كعبت واحد ولا فهمتي دور كلمه مهبول في الكيس طنجره فهمتي ماكلته حتى في ماكلته معاش خالد باش ياكل، يريد باش ياكل معاش خالد. مثلا موظف يخرج باش يوصل خدمته يلزمو ساعتين من التعب ومن الشقاء ومن التورتور باش ينجم يوصل، ايماجين هو كيفاش يوصل خدمته، كيفاش باش تكون اخلاقه مع زملائه، برشا حاجات لو كوتيديان هو اللي يخلي الاخلاق تفرعس شويه وما عادش وسع بال ما عادش صبر، وزيد حتى احنا كايمان وكل تبدل وتغير ولينا عنا معتقدات اخرى، والناس الكل تحب تحب تعند بعضها، والناس الكل تحب توفر لو لوكس، والناس الكل فهمتني كيفاش الجري ورا الدنيا سورتو. بطبيعه الحال يعني الانسان بطبيعته ما باش يعيش مرتاح لازم وضعه الاقتصادي يكون به، واي انسان وضعه الاقتصادي مش به راه ما ينجمش يكون مرتاح، باش يكون متغشش باش يكون طايرت له يعني رد الفعل نتاعو باش يكون حتى على المحيطين به، ولهذا شيء طبيعي باش الانسان ما يكونش يعني نقولوا احنا باللغه الدارجه في صحنه اذا اموره الماديه ماهيش باهيه، والتونسي مع الاسف توا اموره الماديه ماهيش باهيه من مده 12 سنه. انت من الناس اللي ديما على اعصابهم مشاكل في الخدمه في الدار في ستريس يعني مسوا تسمع حسوا خلينا نقول. اكيد كيما اي امراه تونسيه معناتها عندها ظروف في الدار، عندها ضغط نتاع الصغار، عندها ضغط نتاع خدمه، ضغط المجتمع اصلا اللي يداير به واللي تعاش مع لونفيرونمون كله يمثل ضغط في تونس معنا. انا نحييك على الشجاعه والصراحه، اعترفت من دقيقه الاولى. عادي كنا احنا كنساء وكامراه معناتها تخدم وكامراه في مجتمعنا التونسي هذا اللي لازمها تجتهد ولازمها تخرج باش تعاون على راجلها وعائلتها باش تكون ديما تحت الضغط بين الخدمه وبين الدار بين ستريس العائله
سي نورمال معناتها ياسر تعمل عرعور ولا تقول انت نعدي؟ الحقيقه نعدي نوصل للبلافون باش نعمل الانفجار عادي كاي مره معناتها راهو. ومستوى الانفجار قداش من مره في الاسبوع؟ ليه مش شكشور ليه وقت اللي باش لكشن وقتاش تبدا مدام لكشن؟ اذا وصل الضغط للتوب معناتها اذا تحس روحك تظلمت انك انت تقدم وما تلقاش التقدير انك تخدم وما تلقاش يقولك ميرسي. المراه دي ما مستحقه الكلمه باهيه الكلمه الحنيه المراه اللي طيب الخاطر. حتى ساعات تلقاها تعبه يجي واحد يمسح لها كلمه حنوه تنساها التعب الكل فهمتني زعما مدام. اكيد اي امراه مستحقه الكلام الباهي والكلام اللي يشجعها. ساعات مش دي مش تكذب عليك اخي ماني واحد منهم انا بيدي تونسي واحد منهم هي تبدا مقينه ماني نبدا داخل في حيط كي تبدا الامور متفرهدة فهمتي الحمد لله يا ربي. وكا وين تفشغل لك؟ فين تفشغل لك؟ انا وين فشغل لي؟ ولا شو نقول لك فشغل لي يشدك الذرير ينقطعهم ساعه ساعه فشغل لي نمشي نحط نعمل نمشي نتوضا ونحط السجاده ونصلي ركعتين فهمتي لربي ونذرع ربي فماشي فهمتي ربي ما يرحمنا فهمت اختي؟ ها هنا نفشغل لي انا بالضبط. الحقيقة ما نكذبش عليك مستحيل أنه إنسان يقعد 24 ساعة فورمة في بوزيتيف فايبس طالعة أنك باش تجيك مومو أب وداون. يعني تجم تكون فرحان متغشش أما لازمك تحاول أنك توعى بروحك توعى أنه الحكاية هيكية أي فكرة خايبة تقول لا راي بالرسمي فكرة خايبة قاعدة تتردد تتني ليها وتضحك. يعني في اللفان كل واحد رزقه عند ربي وفي اللفان الحياة أنك باش تعيشها مرة برك يعني ما عندكش علاش تيس ما عندكش علاش تتغشش لازمك ديما تكون متفائل ومتيقن وفهمت متفائل بربي سبحانه. يعني من الناس النرفوزية على الاخر انا زادة اما نحاول معناها مش ديما خاطر كيما نقول لك انا مثلا عندي مشاكل ولا ضغط في خدمتي ما عندوش حتى ذنب الانسان هذاك باش نرجع فيه انا ردة الفعل ولا من جاش انا نحكي مع عارفي ولا مع العباد اللي نخدم معاه نمشي نولد في العبد هذاك نحاول معناها نهدي روحي نشوف كيفاش نتصرف نعمل حاجات اللي انا تحلي الغش والستريس هذاك باش انا العبد هذاك خاطر كيما قلت لك ما عنده حتى ذنب مش نرجع فيه غشي ولا ستريس نهاري ولا مشاكل عائلتي ولا بالعكس تو واحد ماذا بيا يخرج ويدخل ويدور باش ينسى شويه الستريس هذاك معناها حاجه تنسيك في حاجه. وين تلقى روحك هكا عندك المجال انك تعمل عرعور كبير في الدار في الخدمه مع الصغار وين؟ والله اكثر مع الصغار كيما يسمعوش الكلام أركح حريض بطبيعة باش تسيح معناتها أولادك هذوك ما باش تخرج لبرا تسيح في وجه عارفك ولا في اللي يخدموا معاك لازم نحترموا الانفيرونمون اللي تخدم فيه. دونك مشاكل نتاع الشارع الكل تجيبهم تروح بهم للصغار؟ أكيد أي أكيد مش ديما لا مش ديما لا لا أما نحاولوا أنا ديما نقصوا الصغار زادا هما عندهم معناتها سرطان تحمل معناتها مش يتحمل مره اثنين باش يعمل رياكسيون خايبه ما عادش يسمعك الكلام ما عادش يقدر الام حتى تعيط عليه ما عادش يسمعها لازم نعاملوه بطريقه خاصه صغير. يعني انت مثلا كيفاش تتجنب التوتر كيفاش تتجنب المشاكل؟ والله انا متجنبه هذا الكل شبه نعيش عزله يعني والله صدقني نعيش وحدي عزله والله والله صدقني ماني مش لك ماني نخدم روح الدار يعني نعمل الفن بتاعي نعمل ماني حاجات ماني بالحق ما عنديش كونتاكت برشا ماني مش ممكن الناس اللي تلقاني نهار كامل راني في قهوه راني كذا راني خارجه راني هاني هذا طريقي للخدمه نروح لداري كان ظهر لي عملت بنتير كان ظهر لي عملت كان ظهر لي كتبت كان ظهر لي قط مع انك فنانه مدام صحيح انه الفن يعالج معناها المشاكل وكل اكيد اكيد معناها يكفي انك باش تلعب حتى كان معناها ما عندكش ايش باش نقول معناها اي المويه ولا معناها التكوين الفني اللي باش يخليك تنتج معناها عمل فني مو على الاقل يخليك تتعامل مع اللون تشخبط مع معناها حاجه على الاقل تفرغ فيها شحنه على الاقل تلقى فيها بليزير معناها بالحق يعني صدقا اذا من معناها ما نبالغش يعني الناس تتعالج راهو بالفن. حسب رايك انت فما فئه معينه هي اللي قاعده تعيش في الضغط هذا ولا الفئات الكل؟ توا ولات الفئات الكل خاطر توا ورينا في تونس نعيشوا طبقتين، طبقه لاباس عليها وطبقه فقيره، ما عادش عندنا الطبقه المتوسطه مالوغوزمون فهمتني؟
واحد ولد معناها الضغط ذيك اللي دايرين بيه هو اللي ولد فيها على غيره، وحاجه تجبد حاجه، حاجه تجبد حاجه، تولد معناها برشا حاجه اخرى. مثلا عبد يمشي لا قدر الله الحبس، ولا معناها يشتت عيلته، ولا يشتت صغاره ولا اخواته، ولا يقعد تعارك مع امه وابوه، ولا اعتدى عنده صغار ومسؤوليه في رقبته ومشيت كيكه، حاجه تجبد حاجه كما قلت لك. نحكيو على برشا وضعيات حتى نتاع عنف وحتى على جرائم قتل وصلت صارت، يقول لك الله غالب ساعد غش ما مفطنتش. هي هو مش جرائم معناها، وخاصة على المرأة، راهو كل مرة نسمعوا معناها امرأة تقتلت معناها بكل برود الدم، يعني طعنة خنقة معناها، يعني مرات تلقاهم فعلا على حاجة بسيطة وفي على فطورها وعلى كذاها وعلى مصروفها، معناها ماهيش حتى معناها ما تستاهلش انه واحد يقتل عليها شخص معناها حياة يوني بشرية. حياة بشرية، فما بالك تبدا مرته وام صغاره، معناها مرات في برود الدم معناها قدام صغاره وصل معناها وبرشا برسكي، يعني اذا ما نقولوش كل نهار كل جمعه مراه تموت معناها بعنف اسري. بيرسونيل ما انا مثلا نمشي نعمل اكتيفيتي، نمشي نتنا تو مثلا كل مواطن كيف، واحد في الدخان، واحد في الصاريد، كل واحد كيفاش يلقى روحه في شنو ينجم يفرغ الطاقه هذيك. بيرسونيل ما انا نعمل اكتيفيتي، نترينا معناها نشوف حاجات نجم تفرهدني باش انا كي نروح ونرقد نصبح غدو اون بلو فورم ونبدا نهاري جديد، وديما كي كان نهارك ديما جديد، عمري ما نخلي نهار على نهار كيما هذا، وديما ننصح العباد زاد كيما هكا اعمل حاجات اللي تخليك تنسى معناها الستريس والعصب هذاك اللي انت عايشه والضغط هذاك اللي انت عايشه باش تبدا نهار جديد. ديما حاول خلي النهار هذاك باللي صار فيه الكل خليه في النهار هذاك. المشاكل مثلا في الدار عندها تاثير ولا تنجم تفصل بيناتهم بينها ومشاكل الخدمه؟ العباد تو ما عادش تفصل بينها وبين تو مشاكل الخدمه ترجع لمشاكل الدار ومشاكل الدار ترجع لمشاكل العباد، وعرفت واحد يرجع فيه مشاكل وغش مثلا يصيرلك ضغط في الخدمه تخرج انت الضغط هذاك على الخدام، الخدام هذاك تخرج ضغطه على صحابه ولا على الانتوراج اللي داير به، بعد تمشي للدار عرفت متواصل المشاكل، ولا تو اجور بارتو تو على ابسط الحاجات على ادفى الحاجات تشنع وتاكل بعضها ويتعاركوا، تجي تلوج على قلب الحكايه شنو حد شيء تلقى فما حد شيء هكاك، خاطر المشاكل والضغوط البريسيون زاد تكثر على العبد سي نورمال باش ينفجر. لاحظنا انه في الشارع فما ياسر ناس مرضى ان شاء الله ربي يفرج عليهم، برشا ناس تحكي وحدها، ناس تحسهم بحول ليها 2024 مش هكا كلها تحكي وحدها، فهمتي كلها داخله في حياتها. نعطيك انا من الاخر ريت يزيديها مع مو ياخر هكا هاو وشوفي العرض مريقل. علاش هذا الكل؟ علاش؟ هو حكينا فيه عاد علاش، ما قلت لك علاش. مشاكل مادية يعني. فلوس، ثم حد شيء، ثم كاين الفلوس. فهمت أختي؟ ثم أمور نتاع فلوس هكا هو. ريت المواطن عيبه مكتوبه. مكتوبه مليان جاوا بهم الروهانية، مكتوبه فارغ تلقاه كي المهبول يحاوس. أنا قلت لك أنا عوايم آخر بيحاول ليها كلها تولي فهمتي عليا في الكياس تدور هكاك، بيحاول ليه. لطف علينا. كان خلينا ربي يعين بخير. حسب رايك انت عندها تاثير على صحه الفرد مثلا؟ بالطبيعه عندها تاثير، تو انت مثلا تبدا تعمل مشاكل ولا حاجه وانت مثلا تبدا مع عائلتك ولا حاجه تعمل انت مشاكل، شكون باش يتحمل المسؤوليه المشاكل هذيك؟ انت باش تمشي الوالدين ولا اخواتك ولا يعني انت مثلا تمرض ولا تصير لك حاجه ولا الله لا يقدر تمشي الحبس ولا حاجه، شكون باش يهزك وشكون باش تلقى؟ يا مرتك يا امك يا ابوك، تلقاهم كبار في العمر وما كيما قلت لك ما يخلطوش توا، سي نورمال باش هما اللي باش تلقاهم يعانيوا، معناها مش باش تعاني وحدك، باش تلقى واحد واثنين وثلاثه، عرفت اليد الكل هي اللي باش تعاني، مش يعني في جرته معناها بالطبيعه تشد الصباع تشد اليد الكل.